بس مش قادر يعمل الشهادات. انا بدرس، خليني اعطيك سيرين ابو محفوظة. بس دكتور تعت، لا تعت الشهر لانوار. لانوار، وين انوار؟ اوكي. واضح عندكم؟ واضح. اوكي سيرين. تمام راح ابلش. نكست انوار. أنوار معنا؟ معكم دكتور، مش واضحة؟ ولا هسه طلعت تأخر. أوكي. تمام، أول إشي رح أبلش بالأناتومي بشكل عام على السريع. تمام. هلا عندنا الاناتومي اوف ذا اي، في عندنا احنا الاوتر لاير، في عندنا بوستيريرلي، في عندنا سكليرا، وانتيريرلي في عندنا الكورنيا. بعدين بتيجي في عندنا الفاسكولار لاير اللي بنسميها احنا الكورويد. بعدين عندنا احنا الانر لاير اللي هي الريتينا، اليوم رح نحكي عنها. بس بدي احكي كم من شغله انت حكيتهم دكتور في السيمينار الماضي، بس بدي ارجع احكيهم. انه الريتينا لها تو بلاد سبلاي، اللي هو السنترال ريتينال ارتري بغذي لنا التو انر ثيرد اوف ذا ريتينا، والكوريو كابيلاريس بغذي لنا الاوتر وان ثيرد اوف ذا ريتينا. في عندنا سنترال ريتينال ارتري اند فين، هم اللي بيعملوا لنا الاوبتيك ديسك مع الاوبتيك نير. نيكست. هون في عنا احنا امبيريولوجيكال فيو للريتينا، ما اللي بتتكون من تو لايرز اللي هم ريتينال بيجمنتد ابيثيليال لاير والنيوروسنسري لاير. بيناتهم في عنا سبلت، وهذا السبلت ما بتروح، فما عنا احنا دايركت كونكشن بين ذا بيجمنتد لاير والنيوروسنسري لاير، جاست ان الكتريك ستاتيك فورس اللي بتشبك بينهم، ما في عنا دايركت كونكشن. هذا سبيس will be disappeared مع الوقت، فبيظل شيء اسمه مثل ما نسميه potential space between them. yes. ما راح يظل area فارغة زي ما هي احنا شايفينها، راح يصير يعني layers close together ويسكر السبيس، لكنه still there. it's a potential space still there anatomically، واللي راح يظهر بعدين معانا انه لما يصير عندها retinal detachment بيكون هو فعليا separation للneurosensory retina، للinner part من الريتنا عن الريتنا البيجمنتيال لاير. نكست. هون عندنا الهيستولوجيكال فيو، زي ما حكينا انه الريتنا بتتكون من 10 لايرز، مينلي عندنا 2 لايرز اللي هم الريتنا بثيل اللاير والنيوروسنسري لاير. بدي احكي هنا شيء مهم اللي رح نحتاجه للسيمينار لقدام، انه في عندنا ريتينال بيجمنتد ابيثيليوم، شو الفانكشن تاعتها؟ هي عباره عن سنجل لاير، لها اكثر من فانكشن، زي مثلا تستخدم انها هي عباره عن سيلكتيف بارير، وبنفس الوقت هي بتعمل ريجينريشن للاوتر ديسك للفوتو ريسبتور اللي فوقيها. تمام. فإلها it's playing a key role in the maintenance of the photoreceptor. نضافة إن هي تعتبر the outer blood retinal barrier. أوكي. بيناتهم interjections تمنع خلينا نحكي دخول أي يعني خلينا نحكي material not controlled by the virus there. أوكي. Next. هون في عنا فندوسكوبيك فيو للريتينا، فزي ما احنا شايفين في عنا هون يلوش كلر اللي هو عبارة عن الأوبتيك نيرف وسنترال فاسكولار.
وفي عندنا احنا الفوفيا. الفوفيا هي عباره عن السنتر اوف ذا ماكولار اريا اللي موجوده بين السوبيريور اند انفيريور فيسلز اللي احنا شايفينهم. هذه الماكولار اريا ايش وظيفتها؟ هي عباره فيها هاي كونسنتريشن اوف كون سيستم، وبالتالي ريسبونسبل للهاي ريزوليوشن فيجن. هلا في احنا عندنا سيرين نورمالي الكلر اوف ذا اوبتيك ديسك نورمالي بيكون بينك، وانا عارف ان الصوره واضحه هيك يلوش تو بينك، نوت يلوش، يلوش اذا دخلنا في اليلو صار كلر على الاوبتيك ديسك، يعني اذا رحنا لليلو ايش كلر؟ سو نحكي عن بيل اوبتيك ديسك اوبتيك اتروفي، بس انا عارف انه مرسوم بحيث انه تميزوه، لكن هو بينكش ان كلر كل مكان، يعني الهيلثي اوبتيك ديسك اتس بينكش ان كلر دي تو ذا فاسكولار بس سبلاي الى الاوبتيك ديسك. تمام. فإحنا عندنا الماكيولا زي ما حكينا هي المسؤولة عن الهاي ريزوليوشن فيجن، وهي المسؤولة عن السنترال فيلد. بس نحكي إحنا عن السنترال فيلد يعني ريسبونسبل للديتيلد فيجن زي مثلا الريدنج أو مثلا ريكوجنايزد فيسز اند كلرز. أما الريمينينج أوف ذا ريتينا هي المسؤولة عن البريفيرال فيلد اللي هي المسؤولة تو ديتكت الموشنز اللي حوالينا. يعني زي ما حكيت أنت في عندنا الفوتو ريسبتورز مقسمهم أو pigments موجودين قسم إلى cones and the rods مزبوط. والhighest concentration of the cones موجودين في macular area وهم اللي بعطينا زي ما حكينا color detailed vision، بينما rods يعني distributed mostly in the mid peripheral and peripheral part of the retina، وهذول مسؤولات عن ال خلينا نحكي ال motion vision أو night vision، الرؤية الليلية أو ال يعني non color white and black خلينا نحكي vision. أوكي. هلا عندنا لو حد صار في عنده اي نوع من الريتينال ديزيز شو السيمتومز اللي ممكن يجينا فيها؟ ممكن يجينا ماكولار ديسفانكشن او بيريفيرال ديسفانكشن. بس نحكي ماكولار ديسفانكشن يعني شيء سنترال، سنترال فيجن فيلد. وبالتالي زي ما حكينا احنا الفوبيا هي ريسبونسبل للفاين ريزوليوشن، وبالتالي بس يصير في عندنا ماكولار ديسفانكشن ممكن يصير في عندنا بلرد فيجن او ديستورد فيجن او سنترال سكوتوما. الديستورد فيجن اللي هو الميتوموفوبسيا ممكن يكون ماكروبسيا أو مايكروبسيا أو ديستورشن. هلأ رح نحكي عنهم. Next. هلأ هنا بهذه الصورة في عنا a simple diagnostic tool اسمه Amsler Grid. هذا الدياجنوستيك تول ممكن نستخدمه مشان نعمل ديتكشن للفيجوال ديستربنس الكوست باي تشينجز للريتينا بارتيكولارلي الماكولا زي اللي رح نحكي عنهم الماكولار ديجنريشن او الايبي ريتينال ميمبرينز اللي هو نفسه الماكولار ميمبرين. وبرضه ممكن نعمل دياجنوستيك للاوبتيك نيرف اند فيجوال باثواي تو ذا برين. وبالتالي هذا الجريد اللي احنا شايفينه هو عباره زي تيبل بتكون من سمول سكويرز المفروض النورمالي احنا نشوفهم ستريت لاين ريجولار وفيرتيكال ونان اوف ذم از ميسنج. نيكست. فمثلا في هذا السلايد موجود عندنا الامسلر جريد، احنا بنطلب من المريض انه يغطي عين ويشوف بالعين الثانيه ويركز على النقطه السوداء المفروض زي ما حكينا انه يشوفهم ريجولار ونوت ديستورتد. هلا كل سكوير بهذا الامسلر جريد بيحتوي على مجموعه من الفوتو ريسبتر وبيحتوي على مجموعه من الفوتو ريسبتر وسيرتن اورينتيشن ان اور برين. مش بيحتوي فنكسرين، هو يمثل يعني represent a certain number. yes represent يعني هو reflection لل visual field قدامك اللي تطلع عليه للcentral visual field. فأنت with this Amsler chart or grid you can assess يعني exactly the function of the macula, the function of the or the central vision or visual field خلينا نحكي features. okay تمام. فاحنا حكينا المفروض انه نشوفهم ريجولار ما في مثلا فيهم شيء ويفي او ديستورتد. نيكست. في هذه الصوره، الصوره الاولى بتمثل لنا انه الماكروبسيا. شو الماكروبسيا؟ انه صار في عندنا ريديستريبيوشن فوتو ريسبتر، وبالتالي كل سكوير صار يحتوي على عدد أكبر من الفوتوريسبتر، فالمفروض البيشنت بيصير يشوف الشكل أكبر من الريل إيمج. أما في المايكروبسيا صار في عنا ديكوندنسيشن
للفوتوريسبتر وبالتالي للدمغه، بينما الاشياء اللي ممكن تقرب الفوتوريسبتر تو ايتش اذر راح تعطينا ايش مقرب سينا، نشوف الاشياء اكبر من حجمها الطبيعي. والثنتين بخضعن يعني انه this is a form of distorted vision او ميتامورفوبسيا، انه اشوفه ويفي distorted lines not straight. اوكي next. في ممكن نشوف احنا completely distortion اللي هي الميتامورفيزم زي ما احنا مورفوبسيا زي ما احنا شايفين، زي كانه الواحد بيتفرج على الإشي في مرايه مكسوره وبالتالي صار في عنده كومبليت ديستورشن، او صار في عنده سكوتوما. سكوتوما هي عباره عن لوس اوف فيجوال اوف فيجن في منطقه معينه، كومبليت لوس اوف فيجن. طبعا حكيناهم ساعات انه ذير ار ابسولوت اند ريليتيف سكوتوما زي ما حكينا. هلا رح احكي رح احكي تمام. حكينا في احنا ممكن يجينا في سيمتومز اللي هم الماكيولر ديسفانكشن او بيريفيرال ريتينال ديسفانكشن. البيريفيرال ريتينال ديسفانكشن زي الفيجوال فيلد لوس اللي هو سكوتوما، حكينا ممكن يكون ريليتيف اور ابسولوت سكوتوما. ريليتيف سكوتوما حكينا انه احنا لو زدنا السايز اوف ذا تارجت او زدنا الانتنسيتي اوف ذا لايت ممكن يشوف البني ادم الاوبجكت. اما الابسولوت سكوتوما شو ما زدنا السايز او شو ما زدنا الانتنسيتي اوف ذا لايت ما راح يشوف الأوبجكت. أو ممكن يشكي من النكتالوبيا. النكتالوبيا اللي هي عبارة عن بور فيجن بيرفورمانس ان ذا ديم لايت، يعني ما بيقدر يشوف خصوصا في الليل. نكست. رح نحكي اليوم عن الأكوايرد ماكيولر ديزيز. رح نبلش بالإيج ريليتد ماكيولر ديجنريشن، ماكيولر هولز اند ميمبرينز، سنترال سيروس ريتينوباثي، ماكيولر إديما اند توكسيك ماكيولوباثيز. نكست. رح أبلش بالإيج ريليتد ماكيولر ديجنريشن. هي الكومنست كوز اوف ريليتيفلي ايرريفرسبل لوس اوف ذا فيجن ان ذا ديفلوبد وورلد. من اسمها اول شيء ايج، يعني لها دخل في الايج، واحد بيكون كبير بالعمر. ثاني شيء هي عباره عن ايرريفرسبل، يعني ما في لها ديفينيتيف تريتمنت ترجع الوضع للنورمال. فإله تو مين تايمز تايبس اللي هم الدراي ايج ريليتد ماكيولر ديجنريشن وهي المور كومون، او الويت اللي بنسميها نيو فاسكولار واللي هي اللس كومون. Next. هلا احنا نورمالي حكينا انه الريتينال بيجمنتد ابيثيليال مسؤوله على انها تعمل ريجينريشن للاوتر ديسك اوف ذا فوتوريسبتر. فالفوتوريسبتر بتحتوي على فوتو بيجمنتيشن، المفروض انه نورمالي يصير فيها ترانزدكشن. بعد الترانزدكشن بصير في عنا برودكشن للفوتو بيجمنت، يضل يصير ريجينريشن في بسبب رح يصير في عنا ميتابولايتس. هاي الميتابولايتس نورمالي انه يصير فيها ديبوزيشن بممبران بنسميه احنا بروكس ممبران، اللي هو موجود بين ذا ريتينال بيجمنتد ابيثيليوم اند ذا كوريو كابيلاريس. هلا واحده من الفانكشنز تاعون الريتينال بيجمنتد ابيثيليوم انهم تعمل جيت ريد للويست اللي صار بسبب الريجينريشن. هلا طول ما البروكس ممبرين ستيبل وطول ما الريتينال بيجمنتد ابيثيليوم الفانكشن تاعونهم نورمال ما راح يصير ابيثيليوم راح ينفاتيك ليش في اللونج بوزيشن. لازم نعرف انه احنا اذا شفنا دروسنز هي عباره عن الايرلي ساين اوف ذا ايج ريليتد ماكيولر ديجينريشن. فكلينيكالي فالدروزنز موجودة في both types either the wet or the dry type or it's dry. The earliest, yes, earliest signs of age-related macular degeneration واللي هي زي ما حكيتي failure of the retinal pigmentary layer to do its job، يعني بطلت تتخلص من waste products لذلك بلش يصير accumulation of these. خلنا نحكي fatty products. نشوف يلو دي سيكريت ديفيوز ديبوزيت ديبوزيتس فارينج ان ذا سايز. فاحنا شايفين على الشمال بتكون سمول وعلى اليمين لارج سايز، فبيكون في عندنا هايبر اند هايبوبيجمنتيشن.
ثاني شيء، هلا احنا بسبب الدروزنز ديبوزيشن اللي بتصير رح يصير في عندنا اتروفي بالريتينال بيجمنت ايبيثيليوم اللي هي المفروض تاخذ النيوتريانتس من الكوريو كابيلاريس اللي موجوده تحتها، وبالتالي بسبب الديبوزيشن رح يبطل يوصلها النيوتريانتس، وبالتالي رح يصير فيها اتروفي، وبسبب الاتروفي رح يصير في عندنا احنا بروفاوند فيجن لس فيجن لوس. بهذه الصورة مبين في عنا احنا اليلوش ديبوزيشن بتكون ديفيوز وما إلها سيرتن يعني ما إلها شكل محدد موزع فيه، هي بتكون ديفيوز ويلوش ودي سكرت. ناكس يعني احنا في تيبيكال بيكتشر سيريتو ماكر اريا سنترال انتروزن. اوكي، هذه الصوره بنسميها الاو سي تي، هي عباره عن سبيشال تكنيك اوف ايميجينج، بيستخدم لو كوهيرنس لايت، وبالتالي هون بنشوف احنا الريتينا. هلا الريتينا هي عبارة عن transparent tissue، بس كل tissue فيها إلى reflectiveness معين، وبالتالي في أول صورة اللي هي إحنا شايفينها normal بيكون في عنا مبين إنه في عنا multi-layer، كل layer بتكون well-packed and well-organized، هذه النورمال لازم تكون في هاي الشكل من الregularity. تحت بنبلش نشوف إنه صار في عنا irregular من تحت due to drusens deposit، وبالتالي صار في عنا elevated area لأنه في تحتهم drusens فارتفع وبطل في عنا regular border. فاللاين اللي تحت اللي inferior في ال inferior picture اللاين الوايتش لاين inferior whitish line هذا عبارة عن represent retinal pigment epithelial layer، ونشوف كيف صار فيها زي الهبس slightly elevated in different area. هاي ليش؟ لأنه صار الدروزز under these retinal pigment epithelial cells. بهذه الصورة صار في عنا completely loss of the retinal pigment epithelium، وبالتالي صار مبين عنا الكوريدال vessels الموجودين تحتها. هاي بعد ما صار يعني صار هون سيرين يعني نسمي احنا geographic atrophy، صار atrophic changes of the whole retina بما فيها الريتينال بيجمنت ابيثيليال لاير، واللي ظاهر تحتيها زي ما حكيت اللارج بلاد فيزلز اوف ذا كوريو كابيلاريس. بالضبط، هذه بتمثل الجيوغرافيكال اتروفي انه بسبب الكرونيك اند ايرفيرسبل لوس اوف ذا ريتينا، which is a form of dry type of AMD. الباثوجينيسيس اوف ذا ويت ايج ماكيولار ديجنريشن. نيكست، بعد ما صار في عنا اتروفي في الريتينال بيجمنتد ابيثيليال لاير راح يصير في عنا ويكنينج اوف ذا بروكس ميمبرين لحد ما يصير في عنا كراكس للبروكس ميمبرين. فهاي الكراكس زي كانها بتعمل لنا احنا انفلاماتوري بروسس اند ريكروتمنت لشو للفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، وهذا الفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور راح يعمل انفايت لانه يتكون عندنا نيو بلاد فيسلز، وبالتالي بس احنا نحكي ويت يعني صار في عندنا نيو بلاد فيسلز، صار في عندنا اكزوديشن بسبب الانفلاماتوري بروسيس، وصار في عندنا اديما، وبالتالي مشان هيك اسمه ويت. فهاي النيو فاسكولاريزيشن ما لها مكان معين، ممكن تضلها اندر ذا ريتينا، ممكن تخترق الريتينا، وممكن توصل الفوتو ريسبتر. نيكست، والبلاد فيسلز هاي اللي تكونت جديد هاي بتكون اب نورمال فيسلز، يعني هي عباره عن تافت اوف كابيلاريز مع فايبرز، يعني مش سترونج زي الكابيلاريز العاديه، فايزلي انه يصير فيها بليدنج وايزلي انه تعمل ليكج للريتينا. فبالصور هون مثلا اول صوره المفروض انه احنا شايفين انه صار في عندنا يعني زي لون تاني ببين لنا انه صار في عندنا نيو فاسكولاريزيشن. الصوره اللي تحت هون مش مبين. اوكي، في الصوره الاولى اللي هي اب تو ذا ليفت يعني الابر وان تو ذا ليفت، اوكي، موجود زي ما حكيت دارك اريا، هاي كود بي ا سب ريتينال هيموريج، وتحتيها وايتش اريا موجوده وسراوند باي سم سورت اوف ريتينال اديما. فهذول من الساينس كلهم اوف ويت ام دي. المقصود في الويت زي ما حكيتي انه في عندي شيء اسمه كورويدال ابنورمال كورويدال نيو فاسكولار ميمبرين،
وهذا بيعمل ليكج، بيعمل اكسوديت، بيعمل هيموريج، بيعمل ايديما، وهذول كلهم ساينز اوف ويت اي ام دي اللي هي الويت تايب. وزي ما حكيت في الصورتين اللي تحت برضه بشوف داركر اريا، وعلى الاغلب ريبريزنتد زي ما حكينا سب ريتينال هيموريج. كل ما كانت بلويش تو دارك كل ما كانت سب ريتينال تكون اقل رؤيتنا لها، كل ما كانت برايت ريد بتكون انترا ريتينال هيموريج زي ما شايفينها في الداون تو ذا ليفت بيكتشر. وفي عندي اكسيديتس اذا شايفين يلوش خلينا نحكي سبوتس على البريفري، هاي نتيجه الكرونيك ديم او الليكج اللي صار من الابنورمال كرويدال نيو فاسكولار ممبرين. اوكي نكست. هون بنشوف احنا صورتين اللي هو اون ذا ليفت بنشوف الاو سي تي، وعلى الرايت بنشوف الانجيوجرام. بالاو سي تي ببلش عندنا احنا الثيكنينج مبين، وانه في عندنا سكارينج اندر ذا ريتينا due to the new vascular membrane. أما الانجيوغرام ببين أنه في عندنا تفت of capillaries. هذا نسميه angio-OCT اللي على الرايت، pictures اللي على الرايت. أوكي. وهي تكنيك بتستخدمها نفس الماشين اللي بتعمل OCT، ممكن تعمل لك شيء اسمه angio-OCT. الفكرة أنه they detect the movement of the red blood cells within the abnormal choroidal new vascular membrane. إذا عم نطلع على الرايت pictures اللي هي angio-OCT نسميها، بنشوف خلينا نحكي الكابيلاري او الابنورمال كرويدال نيو فاسكولار تيشو الموجوده هنا، البلاد فيزلز الموجوده، ووتش از ا تيبيكال ساينز اوف ويتي ام دي. تمام نكست. بهذه الصوره اللي هي عباره عن الادفانس ستيج اوف ويت للديجنريشن، تمام، بسبب بينتهي الانفلاماتوري بروسيس بفايبروسيس اند سكار بيلو للماكيولر اريا، فبيصير زي ما هو مبين بالصوره. يعني هون مالتيبل ساينس موجوده، موجود زي ما حكيت الفايبروس تيشو والممبرين الموجود الوايتش، موجود بليدنج للريد سنترال اريا، موجود سكارنج البلاكش اريا، موجود اليلوش اكسوديتس اللي سراوندنج الماكيولر اديما على البيريفري. This is some sort زي ما حكيت of advanced AMD with AMD. اوكي Next. فهون احنا بنشوف كيف البيشنت راح يشوف الاشياء اللي عندهم age related macular degeneration. فالنورمال الصوره الاولى راح يبلش بالcentral vision انه يصير في عنده blurry vision. هذه في حاله كانت other eye normal ما راح يلاحظها. بعدين راح تبلش تزيد عنده المشكله، ويبلش يلاحظ انه في عنده لازم يركز اكثر، او لازم يعني بلش يحس انه في عنده بلاري فيجن بالانترميديت ستيج. بالليت ستيج بالدراي راح يصير في عنده بلاري فيجن، وكل ما تستمر راح يزيد المنطقه اللي بيشوف فيها بلارد فيجن. يعني اذا بنحكي عن الثنتين طبعا هن افكتنج السنترال فيجوال اريا، مزبوط. زي ما حكيتي بتبلش فوقي وسلايتلي بلير فيجن، بعدين بصير ادفانسد، بعدين بصير يعني اولموست ديستورتد فيجن ومينلي سنترالي. الجود نيوز انه البريفرال بارت من الريتنا ويل يوجوالي ويل بي انتاكت. يس اوكي. وهنا بالويت ايج ريليتد شو البريزنت راح يجي فيهم؟ راح يجي symptoms of macular dysfunction اللي هم the blurred vision with distortion، وكلينيكالي احنا راح نشوف loss of foveal reflex ودروزن زي ما شفنا subretinal or periretinal hemorrhage, choroidal neovascularization, hypo hyperpigmentation, foveal elevation. الانفستيجيشن اللي احنا ممكن نعملهم اللي هم الاو سي تي والفلوريسين انجيوغرافي، ببين لنا الليجن بوردر والامبيليتي of the treatment. هلا شو التريتمنت اللي احنا ممكن نعملها للايج ماكيولار ديجنريشن؟ هلا اذا دراي احنا حكينا انه الموضوع الريفرسبل، فاحنا ما مش ممكن نرجعه للنورمال. هلا في حاله الدراي ما في شيء ممكن نعمله الا انه احنا نعالج السيمبتومز اللي ممكن موجودين ونقلل من البروجريشن، وبالتالي ممكن نعطي له فيجن ايدز كان بي اوفرد اللي هم مثلا شيء ماجنيفايز او يساعده انه يشوف بشكل اسهل، ونعمل له اشورنس انه البريفيرال فيجن راح يضل انتاك، وبنفس الوقت ممكن نعطيه انتي اوكسيدانتس ومالتي فيتامينز ومينرالز على اساس انه احنا نقلل البروجريشن للديزيز. اما الاكزوديتيف اللي هو الويت ايج ماكيولار ديجنريشن، احنا حكينا السبب الرئيسي
الرئيسي انه صار في عندنا انفلاماتوري بروسس، صار في عندنا ريكروتمنت للفاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور، فاحنا ممكن نعطيهم انتي فاسكولار اندوثيليال جروث فاكتور زي الافاستين واللوسنتس. هذول الاشياء ممكن تقلل من البروجريشن. وفي حال كانت بس هي عبارة عن إكسنتريك ليجن بعيدة عن الفوبيا، ممكن إحنا نعمل له أرجون ليزر ونساعده على إنه يعمل إمبروفمنت للفيجن. يعني شيرين إنه مش يعني مش ممكن نعطيهم، لا it's the treatment now for the wet type of AMD إنك تعطي anti VEGF injection، وبالعادة إحنا بنعطي 3 injections as a let's say baseline let's say treatment course، وبيناتهم at least 1 month. يعني فبنكرر 3 injections وبعدين we reassess our patient. وpatient may need let's say further طبعا injections، ممكن كل شهر لشهرين يصير يحتاج another injection. طبعا يعني لحد الآن هي البست تريتمنت واللي هي تعتبر وورد وايد. ليش؟ لأنه كل improve a little bit central vision للpatient في بعض الكيسز. سابقا كان ما فيش اللي هو الليزر أو الكولد ليزر، الليزر بارد، لكن لحد الآن يعني most common treatment هي اللي هي الأنتي فيجف. ونادر ما تلاقي انت abnormal choroidal neovascular membrane eccentric enough from the phobia to give him or to give it a laser treatment. اوكي نكست. هلا احنا حكينا age related macular degeneration. هلا في اشياء ما لها دخل بالايج بتيجينا بنفس الكلينيكال بيكتشر، نفس ساعه age related macular degeneration، سواء كان high myopia and associated cracks أو angioid streaks other collagen disease أثرت عليهم trauma أو infection أو اللي هلأ رح نحكيها اللي هي complication للسيرستاي. يعني هذول causes of abnormal another causes of abnormal choroidal neovascular membrane. يعني بيجيك presentation وكأنه with AMD مع أنه زي ما حكيت الايج يعني خلينا نحكي يوجوالي ليس دان 50، فبدك تدور على ديفرنشال غير انك تدينوز يور بيشنت از AMD or age related macular degeneration. هلا رح نبلش بالماكيولر هولز اند ميمبرين. الماكيولر هولز هو ويل سيركمسكرايبد هول مي فورم ان ذا ماكيولر ريجن. هلا احنا حكينا انه جوا الاي في عندنا شيء اسمه فيتيرس اللي هو عباره عن جل لايك سبستانس في 80% من الاي بتحافظ على الراوند شيب بتاعت الاي. هلا هاي الفيتيرس مليانه بفايبرز مربوطين بالريتينا. مع العمر رح يصير في عندنا الفيتيرس سلولي شرينكس اند بولز اواي للريتينال سيرفيس، فبتبلش تسحب الريتينا away from وتكون لنا هول بالنص. تمام؟ يعني بسبب التنشن اللي صار رح يصير في عنا macular hole. هلأ هذه ممكن تكون idiopathic وممكن تكون traumatic، وبالتالي بصير في عنا هول بهذه الريتينا رح يصير في عنا profound loss of central vision بما انه هو في macula، واللي هيك متاعه اسمه vitrectomy. هلأ رح نحكي عنه next. بهذه الصورة ببين عنا الماكيولر هول اللي موجودة على اليمين، مبينة إنها صار في عنا إحنا empty margin بالريتينا اللي هي عبارة عن ريتينال هول in reddish color طبعا. next. في عنا stages بال ريتينال هول على حسب قديش صار في عنا يعني ايش صار عنا الديسبليسمنت. فاحنا ممكن اول شيء يصير في عنا فوفيال ديتاتشمنت بس في حال صار في عنا ضلوا without treatment رح يستمر لستيج 2 انه صار في عنا partial thickness hole، برضو اذا ما سوينا له treatment رح يتطور لستيج 3 اللي هو صار full thickness hole بس انه من تحت لساته partial separation للفيتيرس. أما 4 صار في عنا full thickness hole with completely separation للفيتيرس. هلأ التريتمنت حكينا هو عبارة عن vitrectomy. شو هو الفيتيركتومي؟ إنه إحنا بنشيل الفيتيرس جل اللي هو اللي عمل التراكشن للريتينا، بنحط بدائله مش عارف إذا صح أو لا زي بابل مليانة غازز air وغاز على أساس إنها تمنع إنه يكبر الهول ونستناها عبال ما يصير في عنا healing للهول. طبعا هذا السيرجري بتنعمل طبعا هني 4 stages. stage 1 هاي بنسميها intra-retinal cyst يعني partial thickness خلينا نحكي
او imminent خلينا نحكي هول لسه ما انفصلتش كامله. ستيج 2 بلش يصير عندي فول تكنس هول، لكن اذا بنطلع على الابر بارت اللي بنسميها اوبريكولم يعني الفوهه تبعت الهول ستيل ادهرنت للريتنا فبنسميها ستيج 2. ستيج 3 صار عندي فول تكنس لكن بالعاده بتكون سمول فول تكنس هول ليس ذان 400 مايكرون ان سايز، والاوبريكولم اللي هي الفوهه تبعتها او الغطاء تبعها صارها ديتاشمنت انفصلت عن الريتنا. ستيج 4 لما يصير عندي larger than 400 micrometer وعندي sub retinal fluid collection زي ما حكينا الاوبريكولم ديتاشت عن السيرفس تبع الريتنا. تريتمنت افضل يعني ستيج 1 ويوجوالي جاست اوبزيرف ذا بيشنت لانه ممكن محتاج اي سيرجيكال انترفينشن. ستيج 2 اند 3 هي البيست خلينا نحكي تايم تو تريت يور بيشنت، وزي ما حكيت الفيتريكتومي لانه المؤمن اللي اندرستود باثوجينيسيس انه الفيتريوس ماتيريال لانها نورمالي بتكون اثرت عند اراوند ذا فوبيا اراوند ذا اوبتيك ديسك انه التراكشن اللي بيعمله الفيتريوس على الريتنا على السيرفس اوف الريتنا اتس ون اوف ذا كوزز اور ذا اندرلاين باثوجينيسيس فور ذيز ايديوباثيك تايب خاصه الايديوباثيك تايب اوف ماكيولار فولدز. وزي ما حكينا الفيتريكتومي اشيل الفيتريوس وبعمل شيء اسمه بيلينج لل internal limiting membrane لأنه this could help the healing process. وطبعا usually I use a gas okay certain gas like SF6 or C3F8 و keep the patient from position for the first week at least. والهدف إنه زي ما حكينا to keep the retina attached و hopefully it will close again the hole and improve the vision. طبعا اذا الماكرو هول لونج ستاندينج هول ومور ذان 1 يير البروجنوسيس فيري فيري بور، لذلك بعض السيرجنز دي ويل نوت انترفير افتر ليتس سي ا يير اوف ذا هيستوري اوف ذا ماكرو هول. اوكي الماكيولر ميمبرين هو ريزلتنج فروم بري ريتينال جلايال ميمبرين جروث اوفر ذا ماكيولر ريجن، يعني زي بيصير عندنا جلايوسيس أو سكارينج على الريتينال سيرفيس. هاي الإشي السكارينج راح تعمل كونتراكشن أند بوكرينج للفوفيا وبالتالي بتعملنا فيجن ديستورشن زي ما إحنا شايفين بالصورة. الاسم الثاني هو الإبريتينال ميمبران زي ما إحنا شايفين بالصورة على الشمال فوق مبين إنه في عنا ميمبران واضح. ممكن احنا نعالجه بفيتريكتومي. Again, vitrectomy with peeling of this membrane. طبعا ال epithelial membranes او الماكلر membranes بنقسمها ل two types. Either cellophane macropathy وهي بتكون very thin membrane يدوب تشوف على ال slit lamp على clinical examination بتشوفها shiny reflex على ال surface of the macula، او بنسميها macular pucker لما يكون thicker membrane وعامل distortion لل blood vessels. والتريتمنت in both cases it's يعني vitrectomy with peeling of this membrane. اوكي السنترال سيرس ريتينوباثي من اسمه سيرس يعني في عندنا فلويد اكيوميليشن. هلا احدى وظائف الريتينال بيجمنتد ايبيثيليوم انه تحافظ على انه السبيس يضل دراي عن طريق البمب، فلو صار فيها اني ابنورماليتي راح يصير في عندنا فيلر اوف فلويد درينج وبالتالي راح يصير في عندنا اكيوميليشن اوف ذا فلويد اندر ذا فوفيا وبالتالي راح يعملنا فوكال ديتاتشمنت. بما انه عملنا فوكال ديتاتشمنت راح يصير في عندنا فيجن لوس. هذه السنترال سيرس ريتينوباثي هي عباره عن سيلف ليميتنج ديزيز، يعني هي كومن وبتروح لحالها وخصوصا وذ سايكولوجيكال فاكتور از ستريس او تايب اي بيرسوناليتي او الناس اللي بتستخدم كورتيكوستيرويد بتصير معهم عادي، وبالتالي هي سيلف ليميتنج ما بنحتاج للتريتمنت الا اذا كان انتراكتبل وما رضت تروح لحالها. ممكن نحتاج التريتمنت زي مثلا انه لو كان مثلا بسبب الكورتيكوستيرويد نعطيهم انتي مينرال كورتيكوستيرويد انتاجونست، ممكن احنا نعمل لهم اوبزرفيشن نشوف اذا راح تروح، ممكن نستخدم الليزر او ممكن نستخدم شيء اسمه فوتو دايناميك ثيرابي. الفوتو دايناميك ثيرابي هو عباره عن ثيرابيوتيك بروسيجر بيستخدموا انترافينس دراج مع لو باور سيرين. الفوتوديناميك ثيرابي يوز بيفور فور ذا ويت اي ام دي فور ذا ويت تايب اوف ذا ام دي اون سي اس ار زي ما حكيت السنترال سيرس كولوريتينوباثي
هاي بتيجي بالعاده مع اليانج ميل تايب اي بيرسوناليتي كود بي يعني اون ستيرويد يوز وات ايفر خلينا نحكي التريتمنت اوف ستيرويد والبيست انه تو ستوب ذا ستيرويد ميجر بلاد بريشر سم بيشنت يعني was treated with beta blockers for the anxiety لأنه بعتقد إنه الأنكزيتي لها دور زي ما حكينا التايب A personality لها دور كبير في السي اس ار. usually it's a self limiting زي ما حكيتي وعادة resolve يعني resolve within 3 to 4 months. هسه إذا صارت permanent وصارت عاملة it usually causes a slight drop in the vision مش complete loss of the vision لكن it causes slight drop of the vision وزي ما حكينا if persistent more than that بدك تراي another let's say treatment modalities واللي هم الان ممكن نفكر ب some sort of the anti-VEGF injections بالذات الايليا. في بعض البيشنتس بيستخدموا اللي هو خلينا نحكي medical treatment زي البيتا بلوكرز او some sort of the antibiotics like rifampicin وعليها ترايل انها could improve the central macular edema. هذول الاوبشنز متوفرات. هسه اذا طبعا some cases اوكي نيو فاسكولار ميمبرين لذلك اذا يعني persist more than 3 months ممكن تطلب angiosity و if there is any abnormal corrode in new vascular membrane بدك treatment وكانها AMD بدك تعالجها بانجكشنز اللي هي الانتي فاسكولار انديثيلر growth factor injections. اوكي طبعا الليزر واحد من الموديلتيز للتريتمنت يعني اذا كانت اكسنتريك اذا كان الديفكت مبين على الاو سي تي او على الاف اف اي وكانت ليتل بيت اواي فروم ذا سنترال بارت اوف ذا فوبيا بامكانك يو كان هيت ذا ليكي اريا او الدامجد اريا اللي هي فريتنال لير وذس كود امبروف هيز فيجن اند ريديوس ذا ماكولار ريدينج. اوكي تمام اذا مبين بهذه الصوره في عندنا احنا يلوش كلر هذا ببين لنا سبريتينال فلويد بالصورة اللي فوق. أما الصورة اللي تحت الـ OCT مبين إنه في عنا fluid and detachment between the retinal retinal pigment epithelium و sensory neural layer of the retina وبالتالي رح يصير في عنا vision loss. بهذه الصورة بنسميها إحنا fundus fluorescein angiogram هي مبين إنه صار في عنا blackish area هون بتدللنا إنه صار في عنا leakage and accumulation of the fluid. سرين مش البلاكش اريا اللي دلتنا الوايتش اريا الدوت اللي شايفينه الوايتش يس يعني فاحنا عندنا تو يعني تيبيكال ساينز في السي اس ار ايذر بنسميها انك بلوت او انك سوري انك دوت ساين انه بتبلش زي نقطه صغيره الوايتش اريا اللي هي الليكي اريا بتبلش تكبر وكانها نقطه حبر وضعت على ورقه اوكي بنسميها الانك دوت ساين او في عندنا شيء اسمه سموك ستاك ساين يعني او الامبريلا ساين انه بتبلش الليك inferiorly and it goes up and بعدين distributed horizontally فبتظهر وكأنها زي الشمسية أو زي خلينا نحكي دخان السيجارة ف smoke stack sign فهذول two typical signs لل CSR. أوكي أنا هيك خلصت رح يكمل أحمد. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. بلش؟ يس يعطيك العافيه راح اكمل بالجزء الثاني من السيمينار راح نحكي عن الماكيولر إديما. طبعا الماكيولر إديما هي عباره عن accumulation of fluid بتكون within the macula اللي هي بارت من الريتنا يعني accumulation of fluid بصير within the retina بالنيوروسنسوري لاير هذا الاشي بيخلينا يصير عندنا loss of foveal reflex. طبعا من الانفستيجيشنز اللي انا بعملها اللي بتساعدني بالدياجنوزز للماكيولر إديما اللي هم الاو سي تي اللي هو الاوكيولار كورنس توموغرافي والاف اف اي اللي هو الفاندس فلوريسنس انجيوغراف. نيكست والله هاي صوره الاو سي تي زي ما نشوف عندي جوا الفوبيا بالنيوروسنسوري لاير في عندي الان إديما في عندي اكيوميليشن اوف فلويد الابييرنس تبعها جاي از اسيست عشان هيك حكينا انه هو سيستيك ابييرنس نكست نسميها سيستويد ماكيولار إديما سيستويد ماكيولار نكست هسه هاي صوره الاف اف اي لما نجي نطلع على
على الفوبيا بنلاقيها او في عندي شيء دايجنوستيك لها شيء اسمه فلور بيتل باتر. هذا الشيء بيكون دايجنوستيك للماكيلر إديمة. نيكست. برضو كذلك الامر هذول صور للفوبيا اللي هي حكينا عنه اللي هو الباتر اللي هو الفلور بيتل. نيكست. طب هسه شو ان الكوزز اللي ممكن يعمل الماكيلر إديمة؟ ممكن انترا اوكيلر سيرجريز، ممكن يوفيايتس، ريتينال فاسكولار ديزيز زي الدي ام والهايبرتنشن، ممكن الريتينايتس بيجمنتوزا، او ممكن يكون ايديوباثيك. هسه التريتمنت حسب شو الكوز. فمثلا اذا كان الكوز يوفيايتس بنعالجه، اذا كان دي ام بنعالجه، هايبرتنشن الى اخره. بنستعمل بالتريتمنت ستيرويدز بيكون سيستميك، اند اللي هو الاستوزولامايد يا اما نستعمله از سيستميك اور اي دروبس، وممكن نستعمل هنا الانتي فيجف في حالات البرولونجد إديمة، يعني اذا ما عالجتها مي ليد تو لاميلر هول فورميشن. نيكست. نيجي الان نحكي عن التوكسيك ماكيولوباثيز. هو عباره عن ديبوزيشن اوف سيرتين دراجز اند توكسينز باي لاير اللي هي ريتينال بيجمنت ابيثيليوم كوزينج فيجوال لوس بسبب الماكيولوباثي. طب شو هي السيرتين دراجز اللي ممكن تعمل هذا الشيء؟ اول شيء عند الانتي مالاريال زي الكلوروكوين، كمان الهيدروكسكلوروكوين، عند الفينوثيازينز والتاموكسيفين. البيشنت اللي يكون ماشي على هذول الادويه بحاجه نعمل له ريجولر سكريننج، وخاصه اللي هو دواء اللي هو الكلوروكوين، لان هو يعني خلينا نحكي اللي بده ريجولر سكريننج. هسه الايرلي تشينجز ممكن تكون يعني ريفرسبل، لكن اذا وصلنا لمرحله التارجت ليجن او التارجت ساين اللي راح نشوفها كمان شوي، الريفرسبيليتي ممكن تكون يعني صعبه. نيكست. هاي هي اللي هي الساين اللي حكينا عنها تارجت ساين، او بنسميها الولفز اي ماكيلوباثي. هاي بتكون طبعا في حالات التوكسيك ماكيلوباثي. نيكست. بالاو سي تي اللي هي الصوره A اللي فوق، شو الاشي اللي ممكن نشوفه بحالات التوكسيك ماكيلوباثي؟ نشوف انه في عندي بالفوبيا ثيننج وايرجولار سيرفيسز مقارنه مع الصوره B. اللي على اليمين اللي نسميها ريد فري بيكتشر بنلاقي عندي اللي هو تارجت ساين. نيكست. نيجي الان على البوستيريور فيتروس ديتاتشمنت. هسه البوستيريور فيتروس ديتاتشمنت هو عباره عن ناتشرال تشينج، يعني مش ديزيز. كنا عارفين انه نورمالي في عندي شيء اسمه اللي هو الفيتروس هيومر اللي بيكون عباره عن جيلي لايك سبستنس، وبيكون له نورمالي اتاتشمنت وذ ريتينا بالاوبتيك ديسك بالفوبيا بالبلد فيزلز، وله سترونجست اتاتشمنت مع الانتيرير سيجمنت اوف ريتينا. هسه with time أو with age بصير له detachment على normally attachment إيه اللي حكينا عنه. next. ليش بصير له detachment أحمد؟ طبعا هو 98% وده بترسل تسوي لأنه هو بالأول بيكون jelly like substance، with time بصير له liquefied، يعني بصير liquid more liquid. طب next. بصير إيش اسمه liquefaction with time. liquefaction. yes. نيكست. هاي الصوره زي ما احنا شايفين انه صار في عندي ديتاتشمنت، والورا اللي هو السبيس يعني صار في صار فاضي. نيكست. تمام. هسه 95% من البيشنتس اللي بيكون عندهم بوستيريور بيترس ديتاتشمنت بيكون يعني without serious complication، ممكن باستثناء يعني مجموعه من السيمتومز اللي هم بيسموهم كلوترز، انه الشخص بيشوف زي الفلايز او الكريسنت شيب اللي يسموها الفلوتر اللي بتكون بسبب الشادو كاست فولينج. الأذر سيمتومز مثلا زي الفوتوبسيا اللي هي الفلاش لايتس وخاصة بالليل هاي، اند شاور اوف فلوتر. في حالات البوستيريور فيتروس ديتاتشمنت نو تريتمنت نيدد. نيكست. يعني في من الايرلي ساينز انه البيشنت يشكي من الفوتوبسيا اللي هي فلاشينج اوف لايتس. فلاش اوف لايتس هذول زي ما حكيت ديم لايتس، انه صار كومبليت ديتاتشمنت اوف ذا فيتريس او بصير فيتريس ديتاتشمنت، بتروح الفوتوبسيا ممكن يظهر عندك الفلوترز اللي هي البلاك سبوتس، ممكن نشوفها زي الكوب ويبس زي الفلاي، ممكن زي ذباب يحكي لك زي بيت العنكبوت تكون كريسنت شيب. يس. مش يعني ممكن تكون اكثر من شيب، لكن بيشوف لك اياها بلاك ان كلر وفلوتنج وذين هيز فيجوال فيلد. فهاي الفلوترز. اوكي. نيجي نحكي هسه عن الريتنا. قبل ما نروح لهناك شوي، هسه زي ما حكيت 95 or more
من الريتنال او بصير ريتنال ديتاشمنت طبعا no significant complications without any significant complications لكن rarely ممكن تعمل ريتنال هول صح؟ yes ممكن تعمل ريتنال تير اوكي او تعمل even vitreous detachment يعني هسه اذا صار traction على certain area weak area من الريتنال this could induce a retinal detachment عفوا retinal tear وفيردر later on if not treated ممكن يؤدي الى rigmatogenous retinal detachment اذا راح نجيها كمان شوي هسه في certain cases ممكن يؤدي فقط ل vitreous hemorrhage نتيجه التراكشن ستيل بيكون ستيل there is traction على one of the small blood vessels في peripheral partment للريتنا and هذا يؤدي الى oozing of vitreous hemorrhage again if not treated ممكن يؤدي الى further complications تمام نيجي الان نحكي عن الريتينال ديتاتشمنت انه صار في عندي سيبريشن للنيوروسنسوري ريتنا عن الاندرلاينج ريتينال بيجمنت ابيثيليوم هذا الشيء راح يصير في عندي presence of potential space هسه الان حسب شو الكوز بصير عندي التايب فمثلا اذا كان في عندي هول او تير هذا الشيء بنسميه ريجماتوجينس راح نحكي عنه كمان شوي اذا كان بسبب انه في عندي فايبروفاسكولار ممبرين اللي ما بين يعني زي فايبروسيس بيكون ما بين الريتنا والفيترس هذا الشيء بنسميه تراكشنال راح نحكي عنه كمان وفي عندي نوع اللي هو الاكزوديتيف ريتينال ديتاتشمنت هذا انه صار في عندي اكيوميليشن اوف فلويد بنيث ذا ريتنا يعني بسبب يعني نحكي انفلاماتوري بروسيس زي حالات التوكسيميا بالبريجننسي والمالجننسي ممكن كمان حالات اليوفيتس ممكن تعمل هذا النوع نيكست زي ما احنا شايفين بالصوره في انتيرير فيتراس ديتاتشمنت عمل فوق بغض النظر عن السبب يعني ويك اريا بغض النظر عن يعني شو السبب صار في عندي تير او هول هذا الشيء بيخلي يعمل يعني اكسس للفيتراس لسبر يعني ريتينال سبيس وكمان زي ما شايفين في عندي هيموريج هذا اللون الاحمر نيكست برضو كذلك الامر هاي الصوره تحكي عن نفس الشيء انه في عندي بوستيرير فيتراس ديتاتشمنت وفوق طبعا في عندي هاي شيء اسمه اللي هي الويسترينج هاي اللي الشخص اللي يشوفها على شكل فلوتر فوق في عندي زي تير هذا اللي هو نسميه احنا طبعا نوع الريجماتوجينوس بصير في عندي اكسس للبوستيرير فيتراس جوا يعني خلينا نحكي ريتينال سبيس بصير في عندي اللي هي يعني اكيوميليشن هذا الفلويد يعني اللي بصير لما يصير عندك هول او تير due to this posterior vitreous detachment زي ما حكينا ليش صار detachment لانه صار liquefaction لانه صار فيه fluid free fluid من الفيتريوس at that area أيوة. فاذا صار في تير او هول this free fluid او الفلويد من الفيتريوس it will gain an access to the potential space between the neurosensory retina and the retinal pigment epithelial layer and this caused the rigmatogenous retinal detachment. فإذا دخل الفلويد هناك it will separate the neurosensory retina from the underlying retinal pigment epithelial layer تؤدي إلى retinal detachment. Okay. Next. برضو كمان هاي صورة في عندي اللي هي الويك area وصار في عندي اللي هو التير أو الهول. Next. هون ديتاشمنت معانا يعني هون التير واضح والسوبيريور اير كلها ديتاشت مبين لونها اختلف يعني كليا الجراي اوكي نيكست برضو كذلك الامر المنطقه اللي فوق هاي صار لها ديتاشت وشو اسمه نسميه هذا النوع هو الريجماتوجينس احنا مش شايفين مظبوط احمد لكن اوكي if we are talking This is mostly rigmatogenous. طبعاً بدك you have to see the tear or the hole حتى تسميها لأنه رجمة بمعنى tear. يعني في الشبكية صار حتى صار عندي detachment. تمام. نيجي الآن على أول نوع زي ما شفنا بالصور قبل اللي هو rigmatogenous retinal detachment. إنه أنا في عندي tear أو hole بالريتنا هذا الشيء بيخلي liquefied vitreous يصل لسب retinal space. طب شو الريسك فاكتورز اللي ممكن تعمل لي هذا النوع اللي هو ممكن يكون في عندي اللي هي الويك ريتنا اللي هي الليتست ديجنريشن او يكون في عندي فيري لارج بيكون هذا اسوشيتد وذ مالتيبل اتروفيك هولز او ممكن تكون تروما سيرجيكال اور اذرز نيكست كابديميولوجي حاله من كل 10,000 حاله ممكن يصير عندي هذا النوع نيكست بالنسبة للبرزنتيشن
الشخص الان راح يجيني بسيمتومز تبعات البوستيرير فيتروس ديتاتشمنت اللي حكينا عنهم قبل، هم الفلوترز، فوتوبسيا، ممكن يعني يصير عنده بروجريسيف فيجوال فيلد ديفكت. اذا التير او الهول وصل الماكيولا ممكن يصير في عندي ديكريز بالفيجوال اكويتي. كمان لازم يعني مهم نسال عن الهيستوري في تروما، لان احنا حكينا من الريسك فاكتور ممكن تكون تروما، ولازم يكون في عندي يعني او نسال عن الاذر اي، هيستوري اوف اذر اي. نيكست احمد، مش اذا يعني مش الهول او التير اذا وصل الماكيولا، الهول او التير يجوري يكون في الديتاتش. يس، فاذا الديتاتشمنت وصلت يعني السبريتن الفلويد دخل وصل الماكيولا، معناته عمل الديتاتشمنت في الماكيولا. This will cause يعني significant drop في central vision. Okay. So بالنسبة للساينز ممكن يكون في عندي decreased بالvisual acuity. بنشوف الرتنا طبيعي نشوفها transparent، نشوفها pinkish to grey بسبب the obscuration of the choroidal vascular details. ممكن تكون الرتنا mobile and detached. ممكن نشوف كمان retinal tear. ممكن يكون في عندي هايبوتوني اللي هي decreased بالintraocular pressure. ممكن كمان نشوف vitreous hemorrhage. next. تمام. بس بالنسبة للمانجمنت بنعتمد يعني على أو في عندي two types of أو يعني techniques اللي ممكن نستخدمهم. في عندي الاكسترنال اللي هو الconventional أو الold. next. يعني خلنا نلخص لكم إياهم. أهم شيء إنك تعرف إنه في شيء اسمه external approach يسميه سكليرال باكلينج، والهدف انه انا تو اندنت ذا اوتر لايرز اوف ذا جلوب ما فيهم ريتينال بينتيريال لاير اند تو برينج ات فيري كلوز تو ذا نيوروسنسوري ريتينا. فبكون كله يعني بنعمل زي باكل او زي سبونج تو اندنت ذا هول جلوب فروم ذا اوتسايد، نسميها اكسترنال ابروتش. فطبعا ممكن نستخدم فيها سيليكون بيلت، ممكن نستخدم فيها سبونج، يعني ممكن تكون يعني 360 ديجري سيليكون بيلت انه زي رباط سكلير البكل كامل. ممكن استخدم سيجمنتال خلينا في باكلينج لهذول الحالات. طبعا بدك يو هاف تو درين ذا سبريتينال فلويد، وطبعا بالعاده نعمل احنا اكسترنال درينج يعني للسبريتينال فلويد. وبعدين طبعا وي هاف تو اندوس ا ليتل بيت اوف انفلاماتوري بروسيس بتوين ذا نيوروسنسوري اند ذا ريتينال بينتيريال لاير يوزينج ليزر اور كريو to give a strong adhesion and scarring between the two layers. هذا external approach. The internal approach اللي بنسميه احنا pars plana vitrectomy، بمعنى I will use very small instruments and I use usually three خلينا نحكي pars plana ports and usually get inside the eye and remove the whole vitreous and again drain the subretinal fluid internal طبعا، وبعدين flatten the retina, remove any traction. Usually we use a tamponading agent، بمعنى نستخدم either gas sometimes air sometimes حسب الكيس أو gas or silicone oil اللي هو زيت السيليكون، والهدف to again attach or reattach the retina so pushing the neurosensory retina closer to the retina with the thyroid layer. Usually we surround the tear or the hole with laser marks to induce the inflammation and the scarring حتى يمسك وبطل في access للsubretinal space at that area. وممكن نستخدم الكريو إذا كانت يعني far anterior peripheral tear or hole. Okay. أعيد دكتور ولا؟ خلاص إحنا أهم شيء إنك تتذكر إنه نشوف فيه صور. طبعاً ماشي عليه. Next. هاي اللي النوع اللي هو الاكسترنال اللي هي سميناها اللي هي سكريرال باكل، انه بنجيب اللي هو زي السيليكون بيلت، والهدف منه ان نعمل احنا اندنتيشن بهدف انه نقرب الكورويد والسكليرا على الديتاتش ريتينا، وممكن نعمل درينج طبعا للسب ريتينا. نقرب الكورويد والسكليرا، احنا الهدف نقرب الريتينا الريتينال بيجمنت. This is not the billet. Billet بيكون 360 درجة. فأنا this is sponge. يعني هذا segmental أو partial buckling أو segmental buckling. فزي sponge. But I will indent that area. Okay. Next. كمان.
ها هي دكتور السيليكون بلت. هاي السيليكون أنا نحطها تحت الريكتاي مصل وبتكون حوالين الجلوب كامل. هذا منو نعمل إحنا إندنتيشن. لما يكون عندي multiple holes أو tears يعني أكثر من مزع في أكثر من منطقة وإكستنسيف ديتاشمنت بضطر أحط اللي هو الـ 360 سيليكون بلت. تمام. نجي زي ما حكينا زي ما حكى الدكتور عن الانترنال تكنيك اللي احنا سميناه اللي هو البارس بلانا فيتريكتومي. انه احنا بنعمل يعني نحكي سكليروتوميز وبنفوت نيدلز نشيل اللي هو الفيترس ونعمل ريتنا. نستخدم شيء اسمه فيتريس كتر. اوكي يعني سمول انسترومنتس تو كت ذا فيتريس وبنستخدم لايت فور في انترنال اليمينيشن ومستخدم شيء اسمه كتر فيتريس كتر تو ريموف ذا هول فيتريس اند اتراكشن ميمبرينز. اوكي تمام. نعمل ريتنا ري اتاتشد وممكن نستخدم الليزر والكرايو على الصوره بالله. ايوه زي ما شايفين ندخل تمام بالنيدل وبنشيل الفيترس ونعمل ريتنا ري اتاتشد. ممكن نستخدم عشان نعمل ادهيجن يعني اللي هو الليزر اند الكرايو ولازم نستخدم يعني اللي هو تامبونيتنج ايجنت زي الغاز او السيليكون اويل. الهدف منه نعمل يعني مشان نظل نحكي الجلوب انفليتد. نيكست. مش انفليتد هو يعني انت يو ويل ليف ات ليست فلويد بس الهدف من التامبونيتنج ايجنت انها تو جيف ا تايم اند تو مشان يصير ريزولف. يس تو جيف ا بريشر اوفر ذا نيورو سنسيتيف ريتينا to keep it attached to the retinal vitreous layer. اوكي بالنسبه للبروجنوزز اذا وصل يعني خلينا نحكي ديتاتش للماكيولا بيكون او قصدي ما وصل للماكيولا بيكون جود بروجنوزز. اذا صار في عندي ماكيولا ديتاتش اكثر من 24 ساعه البروجنوز بيكون بور بروجنوزز. نيكست. نيجي الان على السكند تايب اللي هو التراكشنال. بهذا النوع ما في عندي لا هول ولا تير هو بس عبارة عنه صار في عندي fibrovascular membrane ما بين الريتنا والفيترس due to proliferative diabetic retinopathy ممكن كمان حالات سيفير اسكيميا أو ممكن بعد التروما. للمانجمنت في هذه الحالات أنه بس اللي هو internal technique الاكسترنال technique ما بفيد فنعمل internal خلينا نحكي approach أو technique ونستخدم كمان التامبونيتنج ايجنت زي ما حكينا قبل ولازم يعني كونه يعني المين كوز هو البروليفريتيف ديابيتيك ريتينوباثي لازم يعني خلينا نحكي المريض يعمل كنترول على البلد شوجر. نيكست. طبعا تو موست كومن كوز للتراكشنال ريتينال ديتاشمنت اللي هي الديابيتيك ريتينوباثي اند ريتينال فين اوكلوجن او الاوكيلار اسكيميك سيندروم برضه بس هذول الموست كومن اللي هي ريتينال فين اوكلوجن اند ديابيتيك ريتينوباثي. تمام. زي ما شايفين بالصوره انه صار في عندي خلينا نحكي ما بين الريتنا والبترس يعني زي خلينا نحكي انه اتاتشد وسحبت الريتنا وصار في عندي تراكشن. فايبروفاسكولار ميمبرين يعني مثلا كان النيو فيزلز او الان في ديز او النيز عباره عن ابنورمال نيو فيزلز مع فايبروسيز او فايبروس ميمبرين فهذول هن اللي بيعمل التراكشن. ذيز ميمبرينز ويل بول ذا ريتنا اور ذا نيوروسنس ريتنا toward the center of the vitreous, toward the center of the globe. هذا بيؤدي إلى اللي هو التراكشنال ريتينال ديتاشمنت. نيكست. زي ما حكينا إنه لازم إحنا نعمل internal تكنيك. هذا الشيء بيسموه الفيتريكتومي سيزر. بنحاول إنه إحنا يعني نشيل هذول الفايبرز مشان يعني نحرر الريتين. نيكست. تمام. نيجي الان على الريتينايتس بيجمنتوزا. الريتينايتس بيجمنتوزا هو عباره عن انهيريتد ديس اوردر للفوتو ريسبتور. ممكن يكون يعني ممكن يكون التايب اوف انهيريتنس اوتوسومال دومينانت او اوتوسومال ريسيسيف او اكس لينكد. بالبدايه بيكون يعني خلينا نحكي الموست افكتد اللي هم الرودز ليتر اون افكت الكونز. ممكن يكون جينوتايبك او فينوتايبك أو ممكن يكون isolated or associated with systemic disorders. Next. زي ما حكينا إن أول شيء هو mostly affected the rod photoreceptors بعدين later on بيصيب الكونز وحكينا عن type of inheritance. بالنسبة للprevalence حالة من كل 4000 حالة. Next. بالنسبة للpresentation
بيجيني هذا الشخص تمام عنده بور نايت فيجن او بنسميها نكتالوبيا مع بروجريسيف، ممكن يكون عنده بروجريسيف لوس اوف فيجوال فيلد. طبعا يعني ات ذا اند لما يوصل خلينا نحكي الماكولر اريا ممكن يصير في عندي دروب بالفيجوال اكويتي. الانست والبروجريشن بيعتمدوا على التايب اوف انهيرتنس، فمثلا اذا كان اوتوسومال دومينانت بيكون سلوور اند ليتر، واذا كان اكس لينكت بيكون يعني مور سيفير اند ايرلير. نيكست. هسه بالنسبه للساينز في عندي تراياد، هذا الشيء يعني بيكون دياجنوستيك للريتينايت بيجمنتوزا. اول شيء بس نجي نطلع على الاوبتيك ديسك بنلاقيه بيل. في عندي شيء اسمه اتينيويتد ريتينال ارتريولز بتكون نارو، ونطلع فوق على الصوره هذول اللي يسموهم البون سبيكيول. هذول الثلاث شغلات بتكون تيبيكال او يعني خلينا نقول دياجنوستيك ريتينايت بيجمنتوز. نيكست. طبعا عارفين انتم شو الريتينايت بيجمنتوز اللي هو العشاء الليلي، اوكي يعني خلينا في مصطلحنا العامي. اوكي نيكست. بس قبل هيك احمد يعني في نقطتين، انت حكيت الترياد وهذا يعني الموست امبورتنت الساينز انه يكون في عندي البون سبيكيول بريفرال كلامز اوف ريتينال بيجمنتيشن مع ريتينال ارتريولز اتينيويشن وبيل اوبتيك ديسك. الماكلر اديما والكتراكت هذول بيكونوا از كومبليكيشن. يس هذول ممكن يجوا ليتر اون از كومبليكيشن يا دكتور. يس بحكي انه هذول الثنتين از كومبليكيشن عند كتراكت اتس ليت كومبليكيشن فور ريتينايت بيجمنتوزا. نيكست. طبعا يعني احنا مش كثير نعتمد على الانفستيجيشنز لانه الكلينيكال بيكتشر بتكون كلير. ممكن نستعمل الالكتروفيزيولوجيكال ستاديز زي الاي ار جي، الهدف منه نشوف الفانكشن اوف الفوتو ريسبتورز، وممكن يعني نعمل جينيتك مابينج. واي ليش بدك جينيتك مابينج؟ سمعني دكتور انه نتفصل. سامع بحكي ليش عم ليش بحاجه الى جينيتك مابينج او كمل ايش هو دكتور نو افيلبل تريتمنت. بس اذا كان في عندي يعني خلينا نحكي الكومبليكيشن زي الماكولر اديما او الكاتاراكت بنعالج يعني. بالنسبه للبروجنوسز بيكون جود بروجنوسز وذ اوتوسومال دومينانت، وورس اور بور وذ اكس لينكد. يعني اوكي انه باي ايج اوف 50 انه يعني خلينا نحكي 50% من اللي عندهم ريتينايت بيجمنتوزا الفيجوال اكويتي بتصير 6 اوفر 60 اور ليس. نيكست. فايتس ا بروجريسيف ديزيز. الان هناك ترايل على ايش اسمه جين ثيرابي يوزنج الادينو فايروس تو كوز ا ميوتيشن تو تشينج ذا كورس اوف ذا ريتينايت بيجمنتوزا اند انذر سي سيرتن جينيتيك خلينا نحكي ديزيز من ضمن هذه الناس والميتوزا. يعني بلش في إشي على الحديث عن الجين ثيرابي يعني وعلى وعسى هاي يتطور قدام شوي إن شاء الله. أوكي. نيكست. نيجي الآن على الألبينيزم. طبعاً في عندي الأوكيلر ألبينيزم وفي عندي اللي هو الأوكيلوكوتينيوس ألبينيزم. الإنزيم اللي بيكون فيه الديفكت هو التيروسين 3 مونو أكسجينيز أو التيروسينيز. البرزنتيشن بيكون في عندي بلو ايريس اند ديكريز بالفيجوال اكويتي، بيكون في عندي ابنورمال كورويدال فاسكولاريزيشن راح نشوف كمان شوي بالصوره، والفوبيال ريفلكس بيكون دل. نيكست. ليش هذا بيكون عندهم ديكريز فيجوال اكويتي؟ ممكن عشان دكتور الايريس او ال مش عارف يكون عندهم هذول برضو ريفراكتيف ايرورز. اوكي بيكون عندهم فوبيال هايبوبليزيا، هذول تو مين كوزز. بيكون عندهم نستاغمس رأرة، هذول كلهم كوزز اوف بور فيجن ان ذوز بيشنتس. اوكي نيكست. زي ما حكينا قبل انه بيكون في عندي البلو ايريس، ونجي نطلع على صوره الفندوسكوب هاي بنلاقي انه في عندي الابنورمال كورويدال فاسكولاريزيشن، وزي ما حكينا دل فوبيال ريفلكس. نيكست. احنا مش شايفين ابنورمال كورويدال فاسكولاريزيشن احمد، انه شايفين احنا كلير خلينا نحكي كوري كابيلارس اند كورويدال بلاد فيزلز. ليش؟ لانه في عندي سيفير هايبو بيجمنتيشن، فما في ميلانين بيجمنت حتى تعطينا النورمال كلر تبع الفندس، لذلك ظهر تحت الريتنا ايش
ظهر الأب اللي هي الكابلات أو الكورويدر لير. فهذول اللارج ديب لارج بلود فيزلز هي يعني فعليا الكابلات بلود فيزلز. نكست. تمام، نحكي آخر شيء عن الريتينال تيومرز. إحنا راح نحكي عن الريتينوبلاستوما. في عندي كمان أستروسايتوما، ميلانوماز and ميتاستاتيك تيومرز. الريتينوبلاستوما هو الموست كومون برايمري انترا أوكيلر ريتينال تيومر بالتشيلدرن. طبعا بيكون أو يعني بيصير in the first few years. البرزنتيشن اللي بيجيني فيها الطفل most the most common presentation اللي هي الليكوكوريا. السكند most common اللي هي ال شوية الحول دكتور sequence. يعني هذول ممكن يجوا زي ما حكيت، هذول ممكن يجوا most common الليكوكوريا حوالي 60%، 20% بيجوا بسيكوينت أور استرابزموس اللي هو الحول، و 20% بيجي بأذر manifestations منها ممكن تجيك asymptomatic، ممكن يجيك ب orbital invasion، ممكن يجيك ب uveitis، ممكن يجيك ب red inflamed eye، ممكن يجيك بأي picture. next. هاي هي الليكوكوريا، إنه بيكون في عندي leukocoria، إنه بيكون في عندي whitish lesion بالماكولا، فبيعطيني هذا الرفلكس. الليكوكوريا إنه white pupil reflex. احنا البيوبل ريفلكس او البيوبل ريفلكس بالعاده ريد، مظبوط. يعني تطلع على الشمال بتشوف ريد ريفلكس، لكن اليمين فيها وايت بيوبل ريفلكس. فهذا از وات وي كول ليكوكوريا. انت هون ما يعني ما بتقدرش تحكم على البيكتشر هاي انه عندي سنترال ماكيولر ليجن، هي صح جاي من ريتنا يعني ريتينوبلاستوما موستلي، لكن اللي واضح عندي ان عندي ليكوكوريا. طبعا ليكوكوريا مش يعني دايجنوستيك اور باثوجنومينك للريتينوبلاستوما، لانه الماتشور كاتاراكت يس المشهور كاتاراكت والكاتاراكت كان كوز ذا سيم بريزنتيشن. اوكي. بس دكتور ده احكي انه بس اللوكوكوريا ممكن تكون سوليتري او بايلاترال. يس هو اصلا ريتن بس هو ممكن بي يونيلاترال او بايلاترال. اخر شيء اللي هي حكينا عنه على ريتن بلاستوما لما يجي نطلع على الريفلكس اللي هو اللوكوكوريا. يس ويعطيكم العافيه. ثانك يو. طبعا يعطيكم العافيه. طبعا تريتمنت للريتن بلاستوما تعتمد على السايز، على الايج، على الفيجن ان ذات اي، از ات يونيلاترال اور بايلاترال، وهل في اني يعني اكسترا اوكولار اكستنشن، يعني هل امتدت خارج العين ولا لا. طبعا اذا الفيجوال خلينا نحكي نحكي acuity في الاي lost و very large tumor وتعتبر blind eye، فأفضل إشي اللي هو الانوكيليشن، إنك تشيل the whole globe بالستركتر تبعته و send it for histopathology and to be sure that there is no extension intracranial عن طريق الأوبتيك نيرف. أما إذا والله هي small ممكن أحاول في بعض التريتمنت منها خلينا نحكي اللوكال أو البريك ثيرابي اللي هو لوكال كيموثيرابي، ممكن حاول بالراديشن، ممكن كرايو اند ليزر اذا فيري سمول، لكن اذا لارج و انلايكلي تو ريسبوند للتريتمنت انوكيليشن ون اوف ذا اوبشنز. زي ما حكينا بتعتمد على الفيجن، بتعتمد على الستيج، على الدايميتر، على السايز تبع الليجن. ودائما اني بيشنت وذ سيكوينت الاطفال بيجوك يعني ضروري تعمل فندوسكوبي تو رول اوت الريتينوبلاستوما، لان واحد من زي ما حكينا من الكومن بريزنتيشن لها انها تيجي بالستربزموس اللي هي بتيجي ب سيكوينت. اوكي اني سؤال يعني اي سؤال عندكم اي شيء؟ طبعا انا اعتقد بكفيكم ساعتين هيك يعني نعوض ان شاء الله يعني مره ثانيه عن ان شاء الله كلينيكال سيشن هيك اليوم اخذته انت مع دكتور خليل ويعني شدوا همكم، واللي عنده سؤال يسأل حتى لو موضوع آخر ما فيش علاقة بالسيمينار اليوم. إذا بتختاروا إشي يعني لقدام شو بس نخلص سيميناراتنا إن شاء الله، إذا يعني بهمكم شيء معين ككلينيكال سيشن نحكي عن شيء، نحكي عن الإكزامينيشن، نحكي عن الدايركت والإندايركت فلامسكوب، نحكي عن الفندوسكوبي، نحكي عن يعني أي شيء بلزمكم يعني ممكن نتحدث فيه إن شاء الله.
يعطيك العافية جميعا ونشوفكم على خير. السلام عليكم.